السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجنا مع الناس. والحقيقة أن حلقة الليلة لها خصوصية لأننا هنناقش واحد من الموضوعات المهمة، وهو مسألة تجديد الدين أو الخطاب الديني. كتير مننا الحقيقة بيسمع هذه الجملة والكل يدلو بدلو ودون أن يكون هناك فهم صحيح لهذه الجملة أو هذا المكون أو هذه القضية بشكل عام، خاصة أننا نعلم أنه الرسالة النبوية المحمدية تتجدد بتجدد الزمان والمكان، وهي صالحة أيضا، وده بيؤكد لنا أنه هناك مستجدات في كل عصر تتطلب أحكاما خاصة وخطابا أيضا معاصرا حتى تحقق الرسالة النبوية أهدافها السامية كما نقول. سؤال: كيف لنا أن نفهم التجديد في العلوم المختلفة؟ وكيف نسقط قواعد وأصول الدين على واقع ومستجدات الحياة دون المساس بالأصول؟ وهل الاجتهاد والتجديد واجب شرعي؟ حول هذا الأمر أو هذا الموضوع يدور حديثنا في حلقة الليلة مع عالمنا الجليل في الاستوديو الذي أرحب به بداية، أستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. اهلا وسهلا استاذ، مرحب بفضيلتك وبشكرك دايما على وجود فضيلتك معانا بشكل دائم. ربنا يبارك فيك. الحقيقه تجديد الدين، كتير من الناس بيفهم هذه الجمله بشكل خاطئ وفي لبس كبير. يا دكتور، ايه المفهوم الصحيح؟ يعني ايه المقصود بجمله تجديد الدين او الخطاب الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على صاحب الرسالة المتجددة. لما نقول تجديد أو تجدد الرسالة بتجدد الزمان والمكان، يعني مناسبة الرسالة لكل زمان ومكان. منفعش أقول الرسالة كانت في بيئة خاصة لا تصلح لهذا الزمان. معنى التجديد أو تجدد الرسالة أو تجدد الدين معناه إيه؟ إسقاط الأصول والقواعد الشرعية على المستجدات الواقعية وإن تغير الزمان. يبقى تخاطب الرسالة كل عقل في أي عصر ومصر، في أي مكان الرسالة تخاطب أو تناسب كل عقل. يبقى إذن الأصول كما هي. لما مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرار. نعم. هذه قواعد كلية، كما قال سيد الإمام الشاطبي، قال: الدين كليات. هذه قاعدة عامة كانت أيام سيدنا رسول، صدرت من سيدنا النبي: لا ضرر ولا ضرار. طيب، هل هذه العبارة أو هل هذا الحديث يناسب عصر النبي فقط؟ لا، لا ضرر ولا ضرار. يعني واحد الآن الطبيب قال له: لا تجلس في الشمس الحارة، في ضرر عليك، ممكن تقتل نفسك. ده ضرر ولا لا؟ ضرر. يبقى ده يدخل في نهي رسول الله، مستجدات. لما أقول يا فلان لا تتهور وأنت تقود السيارة، هو كانت أيام سيدنا النبي في سيارة؟ لا. يبقى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يخاطب هذا الشاب طبعاً المنتحر. إذن معنى تجدد الرسالة أي أن الرسالة بأصولها تسقط على واقع الحياة، كليات تتضمن جزئيات. وفي فرق يا أستاذنا، تفضل دكتور، بين تجدد وبين تغير. يعني الأمور ليست نزع وإحلال. نعم. التجدد أو التجديد لا يعني النزع والإحلال، لا، الإبقاء على الأصول. ففارق بين أقول، بين أن أقول تجديد وتغيير. بالضبط. جددت بيتي وبددت بيتي. ففي فرق بين التجديد والتبديد. التجديد هو البيت كما هو، غير شوية إصلاحات كده، شوية إصلاحات، شوية نقاشة، شوية ديكورات حلوة، ده اسمه التجديد. إنما التبديد هذا معناه الإلغاء، أن أهدم وأبني من جديد، وهذا يتعارض مع مفهوم الدين. طب ما هو هنا سؤال يا دكتور محمد، يعني كيف نسقط القواعد والأصول على المستجدات من الحياة زي ما فضلتك تفضلت دون المساس بالأساس أو بالأصل الشرعي، يعني الأصول إن صح التعبير؟ هنا عن طريق أدوات، عندي اجتهاد،
وعند قياس وعند استصحاب وعند استحسان. نعم. هذه أدوات استخدمها الفقهاء. القياس مثلا أنا أستخدم حديث معين وأقيس من خلال هذا الحديث على شيء مستجد كالحديث الذي ذكرته الآن، لا ضرر ولا ضرار. الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. أيام سيدنا النبي ممكن يكون هذه الآية يعني حدودها محدودة شوية، لكن الآن مع تطور الزمان وتطور أدوات القتل والهلاك نقول أن كل هذه المستجدات التي تقتل الناس تدخل في هذه الآية. يبقى قياسا على الحكم الوارد في هذه الآية أستطيع أن أقول أن النهي عن القتل هنا يتجدد مع تجدد صور القتل وأدوات القتل. ممكن واحد يشرب حاجة برشام مثلا، ربنا يحفظ، يعني اللي بيسموه برشام غلة ولا برشام إيه، ده ما هذه أداة قتل جديدة مستحدثة. واحد يستنشق شيء معين من الهيروين أو المخدرات إلى أن يموت، دي أداة قتل جديدة. إنما الأداة كانت على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدة، سيف، رمح، ضربة في رأس. لا، الأمور تطورت. أقول هذه المستجدات لا تندرج تحت حكم هذه الآية، لا تندرج. طيب ماذا عن التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل يا دكتور محمد، زي الذكاء الاصطناعي وغيره؟ هل ده بيتعارض أو الدين يتعارض مع هذا الأمر، يعني مع هذا التطور الكبير؟ الدين والعلم ينسجمان ولا يفترقان، منسجمان ومتعاضدان ومتكاملان. ليه؟ لأن الدين حث على العلم. العلم وصل إلى منافذ بعيدة، وصل إلى أن الإنسان يموت مثلا تتحلل أعضاؤه في القبر، مواد جسمه تنصهر في التربة مثلا، تتفكك عظامه، لكن لم يصل إلى ما بعد الموت. مصير الإنسان فين؟ جنة؟ نار؟ هناك غيبيات لم يصل إليها العلم، توقف عنده. يبقى إذن العلم له حدود والدين له حدود، لكن الدين تضمن العلم. ليه؟ ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنه أشد الناس خشية هم العلماء. أيوة، يبقى حث على العلم. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يبقى إذن ممكن اليورانيوم، العلم الحديث اكتشف أن أنا ممكن أعمل قنبلة نووية وممكن أجدد طاقة تخدم الأرض كلها باليورانيوم. ده العلم وصل له. طب الدين وصل إلى أحكام استخدام هذا اليورانيوم، العلم لم يصل إلى ذلك. يبقى إذن هناك أمور روحية، هناك أمور أخلاقية، هناك أمور اجتماعية، هناك علاقات. بر الوالدين موجود في العلم التجريبي؟ لا، هذه قيم دينية. يبقى الدين تضمن العلم وحث عليه. ده أول آية نزلت اقرأ، صحيح، وربنا أقسم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. طريق الإنسان في الحياة هو العلم والبحث، يعني بالضبط. لذلك يا أستاذنا نجد أن النهضة العلمية العصر الذهبي للمسلمين كان بسبب إيه؟ الأخذ بأسباب العلم، الأخذ بأسباب العلم، تقدم والمزج بين العلم والدين، وجعل العلماء مرتبة كبيرة. المولى سبحانه وتعالى في قوله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بالضبط. إيه الحكمة أيضا من هذا الأمر فضيلة الدكتور محمد؟ يعني أنا عندي مرتبة العلماء، يعني أيوة بالضبط. ثلاث مسارات يا أستاذ. هذه الآية ترتكز على مسار منها. المسار الأول تعليم العلم، تعليم العلم. يبقى أنا عندي معلم بيعلم العلم، بيعلم الحلال وبين ويعلم الحرام، يعلم التكنولوجيا، يعلم انه حمض الكبريتيك حارق ما يجيش اشربه، ده تعليم العلم. وعندي تعليم الجهل، وعندي تعليم الجهل ان انا اعلم الناس الخرافات والدجل والسحر وغير ذلك والشعوذات ويكذبون على الناس، ده اسمه تعليم الجهل. المسار الثالث مستجهيل العلم، إن أنا أتهم العلم الحقيقي اليقيني الذي علمته يقينا أقول هذا جهل وهذا خراف، كاتهام الدين بالخراف مثلا، ده اسمه تجهيل العلم. يبقى لا يستوي من يعلم العلم مع من يعلم الجهل أو يجهل العلم، هو معنى الآية كده.
وزي ما احنا قلنا تشكيلة العقل يا أستاذ، التركيبة العقل، ليه العلماء اللي هم النهضوا كانت أوروبا لسه في البدايات، يعني جيربرت الفرنسي سنة اللي هو كان موجود سنة 999، جيربرت ده جاء إلى الشرق في زهو الحضارة وقال لا ده احنا ننقل العلوم العربية التي صدرت عن العقليات في هذا العصر، أضاء العلوم العربية والإسلامية للعالم. ده كمان كان يحث الطلاب على الابتعاث للعالم الإسلامي. فنجد أنه تركيبة العقل تكونت من إيه؟ من العلم ومن التدين أو الدين. ابن الهيثم كيف بلغ صحيح في الفيزياء ده؟ ابن الهيثم تعلم منه نيوتن بسبب تصديره لعلم وبراعته في الفيزياء. قانون الجاذبية استفاد نيوتن من ابن الهيثم. قانون الطب ابن سينا ما زالت كتبه تدرس إلى الآن مترجمة. جابر بن حيان في الكيمياء في القرن الثامن. سيدي جعفر الصادق في البدايات خالص كان فقيها وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، وفي نفس الوقت كان كيميائي بارع. فنجد أن عقليات العلماء امتزجت أو جمعت بين الدين وبين العلم، بل الدافع للعلم هو الدين. يبقى إذن ابن الهيثم، جابر بن حيان، الخوارزمي، الخوارزمي ده وصل العلماء بالفيزياء على وشك الوصول إلى الكمبيوتر والتكنولوجيا بسبب علم الفيزياء في عصر مبكر جدا، في عصر مبكر جدا. إذن المزج بين العقل والدين هو الذي صنع عقلية هؤلاء العباقرة، فلا فارق بينهم. ولذلك رسولنا الكريم أكد أيضا على أهمية وقيمة العلم، يعني إذ جعله فريضة وجعل فكرة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. دكتور دكتور محمد، أيوة نعم. يبقى إذن ليه؟ لأني أنا أصلا مش هفهم ديني غير بالعلم، لأن العلم لا يصطدم بالدين والدين لا يصطدم بالعلم، وإذا اصطدم الدين بالعلم أو العلم بالدين يبقى هذا الدين لا يصلح، في خطأ، في خطأ، في نفي خلل. والعلم المجرد لا يكفي لأن نفس العلم قصير، وقلنا أنه ينظر إلى الابتدائيات المجردة ما بين تحاليل طبية، تحاليل معملية، إقامة تجارب، نظريات علمية، لكن ما بعد هذه النظريات لا يعرفها العلم، يتوقف. العلوم الروحية ما يعرفهاش، يعني وبالوالدين إحسان، مين اللي علمني كده؟ العلم المجرد؟ لا، بدون الدين قد يقتل الولد أمه، وقد تطرد الأم ولدها عند بلوغ سن معين تقول له امشي من هنا. لا، ده نحتويه وربيه وعلمه، والقصص القرآني مليء، والتاريخ الإسلامي وكتب السيرة مليئة بهذا. لذلك حس العلماء على غرس مسألة التجديد علشان ينزعوا هذه الفجوة التي قالوا عنها بأنه الدين لا يتجدد، والدين ده بتاع البادية، والدين ده بتاع الصحراء. لا، الدين يواكب كل عصر، بس أنا أفهم إزاي اجتهد كل زمان ومكان، وفكرة عملية الإسقاط. رسولنا الكريم أيضا في حديث أود أن أتوقف يعني فيه مع فضلتك دكتور محمد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني إلى هذا الحد يحث نبينا الكريم على فكرة العلم والأخذ بأسباب العلم والتقدم، وليس فكرة التجهيل كما ينادي بها أو كما يصفها بعض المتنطعون إن صح التعبير، لأنه بعض تصرفات الحقيقة من هم محسوبون على الإسلام أساءت أيما إساءة للإسلام وحثه على العلم وفريضة العلم. دكتور محمد، هنا دائما الإسلام بجماله يربط بين العلوم أو تلقي العلم أو أي فعل من الأفعال، حتى العمل، العمل الدنيوي. قالوا العمل عبادة، وأستطيع أن أقول العلم عبادة، نعم، لأنه فريضة طبعا. طب إزاي عبادة؟ أنه ربنا يعني بيّن أن نتيجة هذا العلم الجنة. يبقى إذن هذه النتيجة أخروية. يبقى إذن العلم دين، النتيجة هنا نتيجة العلم الجنة. ودليل ذلك ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما يعني يتعلمونه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. دي كلها محفزات
للعلم للعلم علشان نشتغل ونتعلم. فربنا ربط بين الأجر والمثوبة وبين هذا العلم تحفيزا في نفس الوقت. يعني وقت كده مش ضائع، ده بالعكس واجب علي أن أكون مؤمنا قويا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجددون في كل عصر طبعا. صحيح. لذلك الحديث أيضا يقول الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. ماذا نتعلم من هذا الحديث النبوي فضيلة الدكتور محمد؟ يعني المؤمن لزيم الحكمة، هو نفس المؤمن كيس فطن، هو نفس التقوى فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. يعني الكشفات التي يرى بها المؤمن هي الحكمة، هي اللي تجعله فطنا يحكم على الأشياء، يتأمل الأشياء قبل أن يحكم كما ذكرنا المقدمات والنتائج، وليس المقدمات سابقة أو النتائج سابقة للمقدمات على قاعدة من زاق عرف كما ذكرنا. هذه هي الفطنة وهذه هي الحكمة. يعني لذلك أنا يعني يعجبني جدا أن أقول أن الاجتهاد الفقهي أداة من أدوات التجدد. طيب هل الاجتهاد يصطدم مع النص؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الاجتهاد، وإحنا عارفين في حديث مشهور أن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد الأمة دينها. بالضبط. لذلك كتب العلماء كتبا في هذا التجديد. الكلام ده جديد؟ لا، سيدنا الإمام ابن حجر ألف كتابا عن التجديد وتجدد الرسالة، إلا أن هذا الكتاب فقد مش موجود. سيدنا الإمام السيوطي له كتاب اسمه التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل 100 اللي هو بناء على هذا الحديث. فكتب كتير للعلماء بينت تعامل الفقهاء مع هذه النصوص بما لا يصطدم معها بل ينبثق منها وينطلق منها، وهذا هو التجديد. واللي بيؤكد كلام فضلتك مرة أخرى ما قاله أو ما روي عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وأيضا ما روي عنه العلماء ورثة الأنبياء، يعني كلها أحاديث تدل على رفع أو قيمة أو علو منزلة العلم والعلماء يا فضيلة الدكتور محمد. هو الأوائل اللي هم تعلموا الفيزياء والكيمياء والطب والرياضيات واكتشفوا سرعة الضوء ومش عارفين، العلماء الكبار دول إيه الباعث لطلب العلم؟ الدين. يبقى الدين باعث صناعة العقل لدى هؤلاء، ومن هنا نهضوا. يبقى إذن العلم مأمور به شرعا، وإلا أنا ما امشيش في العلم ولا أبحث عن العلم ولا أتعلم إن لم أجد الدافع الديني. ده واجب شرعي، فريضة على كل مسلم. عشان كده احنا بنقول الملازمة بين الدين والعلم واجبة، فإذا انسلخ الدين عن العلم خلاص. حتى الفلسفة، الفلسفة نجد أنه في انسجام نوعي بين الفلسفة وبين الدين، زي ما في انسجام بين العلم وبين الدين في انسجام بين الفلسفة وبين الدين. ديكارت وكانت وأفلاطون وسقراط عندهم نزعة تدينية. كثير من الفقهاء أو من الفلاسفة المسلمين كالكندي وكثير من العلماء والفلاسفة وابن سينا والغزالي كانوا على أعلى درجات الإيمان. الحضارة والدين منسجمان، ثلاث فروع، العلم والدين منسجمان، الفلسفة والدين منسجمان، الحضارة والدين منسجمان. كل فروع الوجود الإنساني تنسجم مع الدين. ولذلك نقول إنه العلم يبني بيوتا بلا عمودي والجهل يهدم بيت العز والشرف. أيوة نعم. هذا هو الإسلام وجوهره ورؤيته للعلم والعلماء. هذا موضوع غاية في الأهمية، خصوصا أننا نتحدث عن فكرة تجديد الدين مشاهدينا الكرام، وبالتالي نتحدث عن العلم. ابقوا معنا، سنعود إليكم بكل جديد مع الدكتور محمد الجندي بعد الفاصل.
كيف نجدد الدين وما هو المعنى المقصود من هذا التعبير؟ محور حديثنا انطلقنا من فكرة العلم وقيمة العلماء ومنزلتهم في الإسلام مع فضيلة الدكتور محمد الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وبشكر فضيلتك على وجود فضيلتك دائما معنا دكتور الله محمد. الله يرضيك يا فندم. إذن احنا اتفقنا على قيمة ومنزلة العلم وكيف حث الإسلام على الأخذ بأسباب العلم والتقدم وما إلى ذلك دكتور محمد، لكن أود أن أسأل سؤال فيما يتعلق بانتهاء عصر الوحي. هل يعني طالما في نص ما فيش إعمال للعقل، بمعنى آخر توقف الوحي أو انتهاء عصر الوحي هو بداية أو تدشين لقيمة العلم والعلماء ودعوة لأن نأخذ بالأسباب ونعمل العقل دكتور محمد؟ هو لما النبي كما ورد في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية لا تعني أن كمال الإيمان وكمال الرسالة انتهت بانتهاء العصر النبوي. لا، أنا خلاص القوانين والقواعد موجودة، انطلقي يا حياة إلى يوم القيامة. رسم خطى الناس في هذا الوجود من خلال الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إذن رسم خطانا في هذا الوجود ممن خلق، والذي خلق أعلم بمن خلق. إذن الرسالة متجددة من خلال إيه؟ من خلال في مستجدات طبعا زي الذكاء الاصطناعي، زي بعض الاستخدامات الحديثة، الساعة مثلا، الساعة مستجد. يجي واحد متنطع يقول لي عايز حديث يدل على الساعة؟ المتنطع بس يعني مشاهدينا الكرام لاختلاف الرؤى مقصود بها المتشدد يعني. المتشدد يقول يعني الساعة دي بدعة مثلا، البدلة بدعة، التوب بدعة، جلبية بدعة، الكاسكتة بدعة، النظارة بدعة، ده احنا كده ضعنا خالص. يبقى هذه الأمور مستجدة لها أحكام. أحكامها تقتبس منين؟ أو إيه أداة الوصول لهذه الأحكام؟ الاجتهاد. والاجتهاد طالما أنه خضع تحت تدريب رسول الله خلاص يبقى هو من الشرع. يبقى الاجتهاد لم ينسلق من الشريعة بل هو تحت حكم الشريعة، ومن هنا نشأت القواعد الفقهية. الضرورات تبيع المحظورات مثلا، قاعدة سد الذرائع طبعا. من فين وضعوا هذه القواعد؟ يعني لما أقول الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أكل الميت في وقت الضرورة مثلا، ده حكمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. بالضبط، حيموت يموت ولا يأكل الميت. لا، يأكل الميت حفاظ على النفس. هنا حفاظ على النفس طبعا. والضرورات الخمس عموما. يبقى إذن هذه قواعد فقهية، الضرورات تبيح المحظورات، تنبثق من نص قرآني ولا تصطدم معه. عشان كده احنا بنقول انه ما ينفعش اقول تجديد الرسالة يعني الغاء الرسالة. لا، تجديد الرسالة يعني الاجتهاد والقياس في ضوء هذه النصوص. انا لما اقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي، دي عبادة. هل هذه العبادة تحتاج الى تجديد؟ انتهت خلاص. خذوا عني مناسككم. هذه النصوص صالحة إلى يوم القيامة كغيرها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة إنسانية ترسخ المجتمع. يبقى إذن حتى القيم هنا ارتبطت بالإيمان، نفي الإيمان أو نفي كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. لو واحد قال والله التجديد يلغي هذا الحديث، هذا الحديث يتناسب مع مجتمع الغابة أو مجتمع البادية، مجتمع الصحراء، أقول له لا. يبقى أنت كده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يبقى أنت عايزني أكره أخويا. هو التجديد بتاعك ده أني أنا أكره أخويا؟ يبقى النبي علمنا كيف يحب بعضنا البعض. التجديد في تفسير هذا الحديث وإسقاطه على المستجدات العصرية. يبقى العبادات هي كما هي، صلوا كما رأيتم، الأخلاق هي كما هي، المعاملات هي كما هي، الأحكام الفقهية هي كما هي، العقيدة هي كما هي. يبقى التجديد في تفهيم الناس صور العقيدة. عشان كده احنا بنقول ايه، السادة الأشاعرة جددوا في باب الاعتقاد. ولما قلت جددوا غيروا، لا يعني لم يتصلبوا على النص،
لجأوا إلى التأويل أو التفويض. عظيم. ليه التأويل أو التفويض؟ لأن ما ينفعش أتحنط على النص، لأن التحنط على النص سيؤدي إلى إلغاء آية اللي هي بتقول إيه؟ ليس كمثله شيء. يا سلام. فأنا لو اتحنطت على النص مثلا فإنك بأعيننا، الرحمن على العرش استوى. لو قلت استوى، طب إيه معنى الاستواء؟ شوف تجديد العقيدة هنا. إيه معنى الاستواء؟ لو قلت استوى أي جلس هكذا زي ما أنا جالس، يبقى ربنا حاشاه جلس هكذا. طب إزاي هو بيقول ليس كمثله شيء؟ يبقى هنا أنا أحتاج إيه؟ الفهم الجيد، إعمال العقل حتى أجدد الفهم وليس أجدد النص. صحيح. ده بيخليني أسأل حضرتك دكتور محمد، إيه أسباب اعتقاد أو توهم البعض إنه الرسالة النبوية انتهت ولم تعد صالحة للآن؟ يعني البعد عن الدين ده سبب رئيس، يعني عدم فهم الدين، الجهل بالدين، البعد عن اللغة العربية وفهم لغة القرآن. يا سلام. البعد عن الحديث النبوي، الغزو الفضائي كأداة، عشوائية المعرفة. أنا مصدر المعرفة بتاعي إيه؟ جوجل بعشوائية؟ لا، يبقى لازم يكون موازين وعلمي دقيق. يبقى أنا بين عقلين أو معرفتين، عقل مليء بالمعارف الأصيلة ذات المصادر الأصلية، وده بنسميه علم السند. إني أنا أقول والله فهمت هذه المعلومة عن شيخي عن شيخي عن شيخي، هو محمد الجندي جابها منين؟ تعلمها عن شيخه فلان، الشيخ محمود مثلا، والشيخ محمود خدها من مين؟ خدها من الشيخ فلان. المعلومات التي تصلنا لها سند، لكن اللي بياخد من جوجل معرفته مش عارفين هذه المعلومات وهذه المعارف مصدرها ايه، فكره ايه. صحيح. مضلل. يبقى الدس يبدأ من هنا، تشويه العقيدة، تشويه الدين، فخرجت مثل هذه الشبهات من هذه العقول التقنية ذات المعارف العشوائية. المستشرقين نفسهم ردوا على السؤال السابق، وفضلتك مطلع وهتوقف مع دكتور محمد في هذه النقطة، ازاي المستشرقين حتى انفسهم ردوا على انه رسالة نبوية صالحة لكل زمان ومكان؟ بس بعد ما ناخد اختنا الأستاذة مجدة عبر الهاتف في سؤال لفضلتك يا دكتور محمد لو تأذن لنا. أستاذة مجدة تفضلي، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يعني أهنيكم على البرنامج العظيم دهوت، وأنا سعيدة أن أنا عرفت أتكلم معاكم. تحت أمرك. طبعا أنا سؤالي، أنا كان ليا خالة قاعدة في الجيزة. نعم. وهي دلوقتي عندها حوالي 80 سنة. ربنا يديها الصحة، اتفضلي. خدت بال سعادتك ازاي؟ وانا دلوقتي انا كمان عندي 61 سنة. ربنا يديك الصحة. خدت بالك؟ انا كان ليا شقتين في عمار. فبما ان هي يعني عاجزة وما بتتحركش خالص وعايزة معاونة من شخص اخر، فانا يعني ايه اتبرعت لها بشقة من الشقتين بتوعي اللي انا كنت بأجرها يعني، وبطلع زكاة على المال بتاعي مثلا مبلغ. لكن ايجار الشقه ده اكتر من اكتر من ايه قيمه الزكاه. خدت بالك؟ طبعا هي مش بس قاعده في الشقه كده، هي طبعا معاشها قليل جدا جدا جدا، واحنا كل العيله بتساعد وبنجيب لها جريسه، ويعني ربنا يكرمكم. السؤال ايه يا استاذه مجد؟ وانا طبعا يعني بشرف على الموضوع بقالي فتره طويله، لكن هي بقالها سنتين عندي هنا في العماره بتاعتنا. السؤال بقى، هل ايجار الشقه ده او الشقه اللي انا متبرعه لها بيها دي يعني انها تقعد فيها يعني لغايه امر الله يعني ربنا يديها صح؟ تمام. هل الفلوس اللي انا كنت مأجره الشقه دي بيها وانا ما بقتش باخدها، هل ده يعتبر من زكاه المال ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا يعني، والأقربون أولى بالمعروف، وأكيد اللي حضرتك بتعمليه ده ثوابه عند ربنا عظيم، لكن نعرف من يعني أستاذنا دكتور محمد الجندي. أنا عايز السؤال، هي بترعى خالتها، وكان ربنا فتح عليها عندها عمارة أو عندها مجموعة شقق بتأجرها، فنظرا لأنه خالتها سيدة مسنة 90 سنة فهي احتضنتها وبطلت تأجر شقة وأعطتها لخالتها تقيم فيها وبترعاها، فبتقول هل الفلوس اللي كانت بتجيلي دي ممكن تحسب ليا من 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 زكاة المال؟ يعني رأي فضلتك في هذا الأمر؟ طبعا الخالة يعني لا يجب عليها كفالتها.
تسقط الزكاة عمن وجبت كفالتهم. زي الوالدة، زي الابن، زي فالخالة هنا يجوز لها أن تأخذ ذلك كصورة من صور الزكاة. بل تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين. اسمعي يا أستاذة مجدة، صلة الرحم عند بيحنن القلب هو، وفي نفس الوقت بتأدي الزكاة. يجي واحد يقول لي والله دي أوساخ الناس، ازاي اديها لخالتي؟ أقول له هي أوساخ الناس بالنسبة لتطهير مخرجها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن عندما تقع في يد المستحق تقع طاهرة. بعض الناس فاهمين غلط، يقول لك يعني ندي لخالتي أوساخ الناس، الزكاة دي أوساخ الناس كما ورد. لا، هي أوساخ الناس يعني إيه؟ يعني طهرة من الذنوب، بس أول ما تتحط في يد المستحق توضع طاهرة. طاهرة. لكن أوساخ إزاي؟ لأنها تنفي وسخ الذنوب من الشخص نفسه. يعني هي طهارة ما شاء الله في نفس الوقت. فلما يعني تطمئن الأستاذة مجدة إن هي من زكاة المال، وإن هي كمان تثاب على صلة الرحم. طبعاً ده ما شاء الله، لأن النفقة دي بتحنن القلب ما شاء الله، وتقرب وتؤلف بين الأقارب. نعم. أستاذ علاء من القاهرة معنا عبر الهاتف أيضاً، تفضل أستاذ علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي زوجتي توفت من 3 سنين، وجينا نفتح التربة لأنها جثة ما تحللتش زي ما هي. ربنا يرحمها. هل في ذنب أو في أي شيء؟ بيدفنوا ففتحوا يعني مقبرة فيها جثة لم تتحلل يعني. عندكم فكرة المقبرة اللي فتحتوها كان مضى على دفن آخر جثة وقت قد إيه؟ 2 سنين و7 شهور. تمام، أنا أشكرك، شكرا جزيلا أستاذ علاء. هو في ضوابط للقصة دي يا دكتور؟ طبعا. هو طبعا نبدأ بالأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يعني كل نبي موجود كما هو. ووردت روايات في الأولياء كما إنه الولي كما هو. سبحان الله. فالأمر هنا يتفرع. ملوش علاقة بالعمل أو المصير، ما نقلقش يعني. ليه؟ لأنه ممكن يكون فيها صلاح. يا سبحان الله. فربنا نهى الأرض عن أن تأكل جسدها. ده فرع. الفرع الثاني تكون عوامل طبيعية. ممكن يكون المناخ نفسه، أو يعني بعض العلماء أثبتوا أثبتوا أنه علميا أنه بعض الأجساد لا تتحلل لأسباب طبيعية. فده إنما كذنوب أو ذنب. لا، فكرة طبعا. فتح المقبرة بعد 7 شهور، هو يبدو أن ده سؤاله، هل في يعني أي تحفظ أو مأخذ أو حلال أو حرام؟ لو كان عشوائي بدون سبب ده انتهاك. لكن فكرة أنه هيدفن، لا هيدفن ده طبيعي، ده عادي، ما فيش مشكلة. عادي عادي. طيب ناخد معانا الأستاذة حنان من الجيزة. يا أستاذة حنان أهلا وسهلا، تفضل سؤال حضرتك للدكتور محمد. بعد إذن حضرتك، أنا بكتب قصص دينية اجتماعية. أنا بكتب قصص دينية اجتماعية. في القصص دي بعض المواقف أو الأسئلة الدينية، يعني زي الصيام، الفريضة، الصيام، الحج، أي أسئلة دينية. يعني هل الأسئلة دي أخد إجابتها من كتب دينية أم أستعين بالشيوخ؟ وفكرة كتابة قصة أو بهذه الطريقة، هل هي حلال أم حرام؟ السؤال واضح بالنسبة لحضرتك؟ لا، لسه ما سمعتوش. طيب هناخد أستاذة أسماء من أسوان، وزملائي بس يأكدوا عليا سؤال الأستاذة حنان معلش تاني. اتفضلي يا أستاذة أسماء. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ممكن الصوت أعلى شوية يا أسماء بعد إذنك؟ بقول لك مع الضرب والإهانة، بقول لزوجي أو تفصل عني ومني طلبات البيت، تتجوز علي. تكسر مني طلبات البيت، تكسر مني طلبات صالح. طلبات مين يا أستاذ أسماء؟ بقول له روح، أنا في السماحة الدنيا والآخرة، في الأسبوع روح، أقول لك السماحة بتاعتي. السؤال الثاني، ابني مأذي. اسماء انت صوتك بعيد، ما احناش سامعينك كويس، معلش. احنا عايزين بس يعني نستوضح السؤال. انا بقول لك جوزي متجوز علي، فمش مكفي طلبات البيت،
مقصر في الانفاق على الاسره عندك. فبروح بقول له روح انا مش مسامحه الدنيا ولا اخره. ان شاء الله تقعد في طلوع روحك. انت علي ذنب. حاضر، السؤال واضح. جوزها مقصر فابتدي عليه يا دكتور، فهي بتقول عليا ذنب. لا ما تدعيش عليه. ما تدعيش عليه. هو قصر معاك يعني ظلمك مثلا، لو كان ظلمك سيحاسب عند الله. لانه طالما اتجوز ثاني يبقى لازم يكون على قدر المسؤوليه. على قدر المسؤوليه. انما لو جار عليك مع اعطاء الطرف الثاني مثلا حقوق كامله وقمه العز والرخاء وظلمك، لا ده سيسال عند الله يوم القيامه. بس ما تدعيش عليه. ادعي ربنا يهديك كما فعل رسول الله. لما كان النبي يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. خلينا على منهج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اختنا حنان بتسال، بتقول هي بتكتب بعض القصص الروائيه يعني، وبتطرح في هذه الروايات او القصص لتعليم الصغار بعض الاسئله الدينيه. السؤال هل ده حلال ولا حرام لو سالت في بعض الاسئله الدينيه يعني؟ ولضمان ان ما تبقاش الاسئله شائكه، فضلتك تنصحها بايه؟ تحصل على هذه الاسئله منين يعني؟ تستعين بالازهر، بالافتاء، بال هي الموارد الاساسيه دي. الموارد العلميه الامنه الازهر والافتاء والمؤسسات الازهريه عموما والاوقاف. ليه هذه جهات امنه؟ احنا لسه كنا بنقول عن مصادر المعارف. ده مصدر موثوق، في علماء، في اجتهاد، في قياس، في ناس فاهمه. فخلينا على الازهر، اشراف الازهر عموما بشكل عام، افتاء اوقاف كل اصحاب العمائم التي يعني فعلا تلقوا العلم من على يد تكونوا على يد الكبار يعني. ناخذ الجهه الامنه لنستقبل منها العلم. ممكن تعرضي حضرتك او تقراي من خلال موقع الازهر او الافتاء او الاوقاف، حتلاقي بعض الاسئله المستنبطه مهمه لهذه المؤسسه. تصوغ انت طبعا. وده بالعكس ده شيء طيب جدا وجميل، ان انا اغرسه من خلال قصه في عقول الاطفال. جميل يعني. طيب هنطلع فاصل لو اذنت لنا دكتور محمد، ونعود الى حضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. أرحب بحضراتكم مجددا. تجديد الدين أو الخطاب الديني، فحوى حديثنا مع فضيلة الدكتور محمد الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. كنا بنتكلم قبل الفاصل دكتور محمد عن فكرة المتشددين أو المتنطعين أو البعض اللي بيتوهم أنه الرسالة النبوية ليها فترة زمنية وانقضت بانقضاء هذه المدة الزمنية. فضلتك رديت على هذا الكلام، وكان سؤالي أيضا كيف رد المستشرقين على صلاحية الرسالة النبوية لكل زمان ومكان؟ يعني بداية أنا أحزن جدا أني أنا ألاقي
مستشرق يبحث ويصل للحق والحقيقة ويسلم. وده اسمه المنصف، المستشرق المنصف. وبعض العقليات التي تأخذ عن المستشرقين المغرضين يتبنوا ما أثاروه من شبهات ويروجوها، يبقى مستشرق أنصف. وهذا أنسب رد على كل من أجحف. يعني لما مثلا واحد يتهم الرسالة بأنه انتهت ويجي واحد مثل ويل ديورانت، ويليام جيمس ديورانت، هذا الرجل قال وكلما قرأت في القرآن، شوف شوف الجمال، وجدته غضا وكأن عهده بالوجود أمس. يعني كأن القرآن ده نزل امبارح، كل يوم يقول القرآن صالح. نزل امبارح. ويقول ايه تاني؟ يقول محمد صلوات الله وسلامه سراج منير، ورسالته امتدت 14 قرنا تحفظ المجتمعات من الفساد. شوفوا في الكلام، يعني الى الان هي ماشيه. يجي واحد مثل كارليل او كارلايل، ده مستشرق انجليزي، يؤلف كتابا يسميه محمد المثل الاعلى، ويقول مثلا في كتاب اخر اسمه الابطال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من العار أن يقال أن رسالة هذا النبي انتهت. طيب إيه ده؟ واحد اسمه بودلي مستشرق تكلم نفس الكلام وقال رسالة محمد سراج يضيء الدنيا. إيه ده الكلام ده؟ ده دول مستشرقين. في مؤتمر اسمه مؤتمر لا هاي طبعا معروف سنة 1932 وصل إلى حقيقة، هي أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ويستفاد منها في القوانين الدولية كمان. وكثير من الغربيين وصلوا إلى هذه الحقيقة، استنتاجات مهمة وقواعد موجود. مهمة للشريعة طبعا. يعني المؤتمر بأكمله في توصياته يصل إلى صلاحية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 1932. هذا الكلام حديثه 1932 ولا يزال إلى الآن هذه الحقائق ثابتة. إذن عندما نقول أن الرسالة تتجدد ويجي مستشرق يدافع عن سيدنا النبي مثلا، واحد علشان يقول الرسالة انتهت يبقى يهدم مين؟ يهدم الوحي. فيقول مثلا محمد لم يوحى إليه ولكنه كان إيه؟ مصابا بالصرع. دي شبهة أثرها كثير. يجي واحد مثل ويل ديورانت يقول أتعجب من هؤلاء، كيف يكون محمد مصابا بالصرع والمصروع له مظاهر أو ظواهر تظهر عليه كإخراج سائل من فمه أو عض لسانه، ولم يثبت أن محمدا عض لسانه، أو يتكلم بكلام غير مفهوم ومحمد تكلم بكلام معجز. شوف مستشرق بيقول إيه ويدافع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المستشرقين منهم من ردوا على هؤلاء الذين هناخد بعض الاتصالات الهاتفية. دكتور محمد الحقيقة بنسعد يعني بالرد على أسئلة السادة المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا. نبدأ بمين يا شباب؟ الأستاذة رجاء من القاهرة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ شريف؟ أهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. من فضلك كنت عايزة أسأل، يعني ممكن فضل. أجمع نية قضاء الصلوات الفائتة مع السنة، يعني النية بتجمع تاخد النيتين، ان انا اعوض الصلوات الفائتة مع السنة. فاهم حضرتك، وده سؤال مهم. حضرتك تابعينا فضيلة الدكتور محمد هيجاوب حضرتك حالا. نروح لكفر الشيخ وناخد اخونا الاستاذ صلاح. اهلا وسهلا استاذ صلاح. عليكم السلام ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. سؤال حضرتك. عاوز اكلم الدكتور محمد لو سمحت. مع حضرتك دكتور محمد. بعد اذنك يا دكتور محمد. اتفضل. دلوقتي فيه ناس يعني عاوزين يورثوا ابوهم وهو عايش. هل دي يجوز؟ حاضر. طيب شكرا جزيلا يا استاذ صلاح. تابعنا، ده موضوع مهم جدا. يعني الاخت رجاء بتسال عندها صلوات فائته،
هل ينفع تقضيها مع النوافل مع السنة بعد بعد الفرائض؟ يعني تجمع نيتين هي بتقول يعني تصلي السنة جبرا للفرائض. لا، هي السنة جبرا للفرائض. يعني مثلا قصرت في بعض الفرائض لم تؤديها على أكمل وجه، نقول الصلوات التطوعية والسنن تجبر التقصير في ذات الصلاة، إنما لا تعوض عن الفريضة. ما تعوضش. يبقى تتسلى بقى تصلي. يبقى لازم مع كل صلاة تصلي صلاة فائتة. تؤديها وتقضيها. نعم. تقضيها. ده أولى حتى من أداء السنن يا دكتور محمد؟ يعني الصلوات الفائتة أن تؤديها بعد الفرض أولى أو أفضل من أداء السنن أو النوافل إذا ما كانتش تقدر لأي سبب صحي مثلا أنها تصلي؟ كل واحدة لها مسار، لكن احنا زي ما قلت حضرتك دي فريضة عن فريضة. يبقى أولى الفريضة أولى. طبعا ما يمنعش السنن. ربنا يديها الصحة ويقدرها إن شاء الله، ربنا يتقبل منها إن شاء الله. هو ده ورث؟ يعني إيه عايزين يقولوا سابوهم وعايش يعني؟ للأسف أحيانا بعض القلوب تتغير والبر يسقط أحيانا، ونجد صورة إن كان الأخ يقصد هذا المعنى أو غيره يعني. لكن من الصور إنه واحد يطمع في تركة أبيه وهو على قيد الحياة ويقولوا نقسم التركة. لا، أنت لا تملك هذه التركة، هي مشتركة. مشتركة أصلا. ليه؟ لأن هذا المال له مالك، وطالما أنه على قيد الحياة لم تتحول لتركة، ويتصرف فيه كيف ما شاء بالضبط براحته هو خالص. يبقى إذن هذا ليس إرث، هذا تصرف فيما لا يملكه، فهذا يتنافى مع مفهوم الميراث أصلا. ده تجاوز في الشرع والقانون طبعا يا دكتور. طبعا. نعم. طيب نرجع تاني لتجديد الدين. فكرة تجديد الفقه أو الاجتهاد بشكل عام، يعني فكرة الإنسان يكون حريص على الاجتهاد، هل ده ضرورة لاستمرار الفقه الإسلامي؟ ده ضرورة شرعية وهو من قلب الشريعة الإسلامية. النبي كما ذكرنا درب الصحابة على الاجتهاد لما بعث سيدنا معاذ لليمن. بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فحمد رسول الله ربه على ذلك. يا سلام. وسيدنا أبو بكر كان يجتهد، لم ينكر عليهم الاجتهاد، لم ينكر، ده قال له أحييك. يبقى إذن هذا التأييد من رسول الله أضفى هالة الشرعية على الاجتهاد. سيدنا أبو بكر كان يجمع الصحابة، متى؟ إذا عرض الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ما فيش، يبقى يجمع الكبار العلماء، تعالوا نصل لحكم. سيدنا علي بن أبي طالب نفس الموضوع، إذا موضوع الاجتهاد كان موجود، الاجتهاد مسار، يبقى هو ضرورة فعلا لاستمرار في تجديد الفقه. تجديد الفقه. القياس، إن أنا أقيس مسألة معاصرة. موضوع القياس والاستصحاب ده موضوع مهم عايز أتوقف فيه بالتفصيل مع فضيلتك لو أذنت لي دكتور محمد، بس معنا بعض الاتصالات الهاتفية من إخواننا من أسوان ومن الشرقية، يعني عايزين نجبر بخاطرهم من صحة التعبير. نبدأ بأسوان، والأستاذ أحمد تفضل يا فندم. أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سؤالك. السؤال، ما حكم الدين في إيذاء الجار لجاره؟ إيذاء الجار لجاره. إيذاء الجار لجاره. شكرا يا أستاذ أحمد، ده سؤال مهم. صلاح من الشرقية تفضل. عادل، استاذ عادل من الشرقيه تفضل. الو، ازيك يا استاذ الشريف؟ اتفضل يا حاج عادل، اهلا وسهلا. اهلا، معك دكتور عادل عبد الله. اهلا يا دكتور، اتفضل. عايز تليفونك تقول لي الكنترول يدهوني بعد اذنك يعني. تليفوني انا؟ وسؤالي اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم: ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نعم. المقصود بالذكر هنا في الـ في الـ في الايه القران والسنه؟ حاضر، تمام يا دكتور عادل، وزملائنا مشكورين، هياخدوا تليفون حضرتك وانا اتواصل معاك ان شاء الله تحت امرك. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل. الاستاذ احمد من اسوان بيسال، بيقول ايه حكم الدين في ايذاء الجار لجاره؟ يعني احنا نسمع بس عن الحقيقه انه النبي وصى على سبع جار، لكن فكره الايذاء ده موضوع صعب قوي يا دكتور محمد. يعني هو طبعا الجار له منزله، لذلك ورد في الحديث: وما زال اخي جبريل يوصيني بالجار. ده سيدنا النبي اللي بيقول: حتى ظننت انه سيورثه، ده هياخد معايا في التركه. اوشك على ذلك. وسيدنا ابو ذر حتى لو كان يعني الانسجام هنا الاسلامي، سواء مسلم او غير مسلم، جارك تكرمه،
وسيدنا النبي قال لسيدنا أبي ذر إذا طبخت فأكثر المرق وتابع جارك. سيدنا عبد الله بن عمر كان له غلام وقال أكثر المرق وتابع الجيران. فالغلام قال له إيه؟ قال يا إمام إن جارنا يهودي. قال أبدأ بجارنا اليهودي. ده حق الجار. يبقى إذن حتى في القرآن والجار ذي القربة فورد هذا في القرآن الكريم. إذن الجار في رتبة عالية جدا حتى كاد رسول الله أن يورثه. فدي منزلة رفيعة يعني. ومن الأشياء أو من الذنوب العظمى أن يتجسس الجار على جاره أو يتسلط عليه باللسان أو يتجسس عليه. هذه من المظاهر أو الظواهر السلبية للأسف الشديد التي عالجها الإسلام وعالجها رسول الله بمكارم الأخلاق. يبقى أذى الجار من الذنوب الكبرى أو العظمى في الإسلام. نعم. الدكتور عادل بيسأل عن فكرة أهل الذكر يعني والقرآن والسنة، هل هم المصدر لهذا الأمر يا دكتور محمد؟ طبعا كتب التفسير على أن الذكر هو القرآن، حفظه الله من التحريف يعني دونا عن الكتب الأخرى. وبعض العلماء قال لك كمان السنة. ليه؟ لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونلاقي فعلا السنة محفوظة. محفوظة بإيه؟ في حديث موضوع في حديث ضعيف. أنا إزاي عرفت إنه الحديث ده ضعيف وإزاي عرفت إنه الحديث ده موضوع؟ هذا هو حفظ السنة. يبقى كوني عرفت إنه ده موضوع يبقى خلاص كده دي محفوظة. يبقى الأصول الصحيحة معروفة. لما لاقي حد يدافع عن الإمام البخاري وصحيح الإمام البخاري هذا تجديد أيضا. سؤال الأخ الدكتور يدخل معنا في التجديد وسنستبينه. أستاذة مروة من الأليوبية معنا أيضا عبر الهاتف، تفضلي يا أستاذة مروة. ألو. تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل الشيخ بعد إذنك عن سؤال، يعني إن أنا دايما عندي إحساس بعدم الرضا، بصلي والأوقات أوقاتها وكل حاجة بس دايما حاسس إن ربنا مش راضي عني. حضرتك سامع؟ وعندي سؤال تاني بعد إذنك. معلش السؤال تاني يا أستاذة مروة. دايما لما بصلي بحس ان انا ربنا مش راضي عني او ان صلاتي مش مقبوله. تمام. لا ان شاء الله. قولي والسؤال الثاني يا استاذه مروه ربنا يتقبل باذن الله. السؤال الثاني ليا واحده في قصتي مسيحيه ويعني كانت عيانه مده طويله يعني 10 سنين فهي يعني تعبت كتير في حياتها فانا بدعي لها بالرحمه وكده فهل يجوز ان انا ادعي لها ولا طبعا حرام مش عارفه بتاع. شكرا يا مروه. اسئله مهمه. هنروح للمملكه العربيه السعوديه. الاستاذ مصطفى اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحييكم في البدايه وبحيي الدكتور محمد الله يجزيكم خير. شكرا. يا رب. شكرا جزيلا يا فندم اتفضل. حضرتك انا كنت شغال مع واحد وكان لي مبلغ عنده حق يعني الشغل وكده رواتب. ايوه. فهو ما ادانيش حق بالكامل. ايوه. هو كان لي عندي اغراض بس هو ما كانش يعرف اللي هو لي عنده. هو ما دانيش حقي بالكامل انا ما رضيتش اوديه الاغراض بتاعته. كان ليه عندك حاجه على سبيل الامانه يا استاذ صلاح؟ لا استاذ مصطفى على سبيل الامانه احنا كنا شغالين في شركه وكانوا وكان ايه يا فندم؟ كنا شغالين في شركه وكانوا بيسلمونا حاجات تبع الشركه. اكيده يعني وحاجات يعني. فكان في حاجه حضرتك مستلمها تخص هذا الشخص او رئيس الشركه اللي ما ادكش حقك يعني. ايوه. فانت عايز تاخد حقك بانك ما ترجعش الحاجه دي. هو الكلام ده من حوالي 7 سنين. هو ما ادانيش حقنا وهو مضان اللي احنا خدنا حقوقنا كلها. انت عملت كده فهل ده يجوز ولا ما يجوزش؟ طيب انا بشكر حضرتك مصطفى شكرا جزيلا. اختنا مروه من الاليوبيه عندها سؤالين. بتقول انا بصلي وبحس ان ربنا مش متقبل الصلاه ومش مبسوطه. والله دي لها سببين. السبب الاول الشعور بالتقصير دائما وهو من نعوت المؤمنين. من صفات المؤمن انه دائما حاسس نفسه انه مقصر مع الله فبيكون مش مبسوط مش راضي عن نفسه. وممكن يكون شويه بعد عايز شويه معالجات وقرب من الله تعالى. فعلى حسب طبيعتها مع ربنا. تنصحها بيه يا دكتور محمد؟ انصحها بان تلزم كتاب الله، تقرا قران. تقرا قران كثير وتقرا في التاريخ ترقق قلبها. بقى لو كان الموضوع الثاني ان شاء الله تكون محفوظه منه وهو البعد عن الله، تقرا في احاديث النبي، في كتب السيره، في مآثر الصالحين، الرقائق بالذات. ده ياخدها لناحية الرضا إلى روح إن شاء الله. عندها صديقة مسيحية وتعبانة
من 10 سنين بتدعي لها ان ربنا يشفيها، بتقول ده يجوز يعني؟ يجوز طبعا. ده تدعي لها ربنا يشفيها. يا رب يا رب. والنبي قال اللهم اهد قوم فانهم كانوا مسلمين. لا طبعا. نعم نعم. فعاد يعني تدعي لها بالشفاء وتزوريها. هذه العلاقه وهذه الخصوصيه بين نسيج المجتمع ده لازم تزورها يعني. كمان يعني ده تزورها كمان وتقف جنبها. سيدنا النبي اقترض، وسيدنا النبي وقف لجنازة يهودي، وسيدنا النبي عاد المرضى من غير المسلمين، وفي وثيقة المدينة كانت هذه آداب كما ذكرنا. آداب. ليه بقى التعامل على أساس الإنسانية؟ طيب أستاذ مصطفى بيشتغل في شركة والشركة لم تعطيه حقه يعني، فهو عنده زي عهدة أو كان مستلم حاجة من الشركة والشركة ما طلبتهاش منه، فبيسأل هل يجوز أني أخد الحاجة بتاعت الشركة دي مقابل جزء من فلوسي اللي عند الشركة؟ طبعا هنا ناخد بالنا، نحذر بأن نتقي الله في العدل وألا نظلم. السادة المالكية قال لك إن أمنت الفتنة، بمعنى يعني لو أنا مش هيحصل مثلا تطور صدام كبير، الضرر اللي هيقع أشد من النفع اللي خده هو حقه يعني، لو هتحدث فتنة ومشاكل لا خلاص يبقى ترجع لصاحبها. لو أنا لي عليه 100,000 جنيه والله والحاجة اللي عندي ب10,000 خلاص ودي غير محسوسة، أقول لك خلاص. على رأي السادة المالكية أنه دي تجلب بشرط أن تؤمن الفتنة. وهو بقى يقيس بمقاييس، لو هتعمل مثقال ذرة مشاكل لا رجعها لصاحبها. مش هتعمل مشاكل؟ مش هتعمل مشاكل بالراحة خالص كده من غير ما حد يحس. التليفونات بتنهال والحقيقه احنا مش قادرين الا ان نلبي يعني. الى سوهاج واختنا الاستاذه صحر، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا امي متوفى ليها 10 ايام، اتمنىكم تدعوا لها بالرحمه. مين يا صحر؟ اتفضلي. امي متوفى ليها 10 ايام. والدتك الله يرحمها، اتفضلي. بص يا فضيله الشيخ، انا بدعي لها بالليل وبالنهار يا رب، بس عانيتي غصب عني، هل دعاي هيوصل لها؟ انت بتدعي لوالدتك ليل نهار؟ انا بدعي لوالدتي وعندك شك انه هيوصل لها الدعاء؟ هو في اعظم من كده يا سحر؟ طيب قولي، في سؤال تاني ولا الدكتور محمد يجاوبك؟ في سؤال تاني. اتفضلي اتفضلي. بص، هو في ناس كانت توقع القطر ولما تحنى وهي مش متوقعه. في ايه؟ ده ايه؟ في ناس كانت توقع القطر ولما تفهى وهي مش متوقعه. طيب خلاص يا سحر. يا طيب برضو الزملاء يصححوا لي السؤال الاخير لانه مش واضح عندي، لكن هي فقدت والدتها من 10 ايام، بتطلب من فضلتك الدعاء ليها وبتقول هي بتدعي لها النهار، فهل الدعاء ده هيوصلها؟ يوصلها طبعا، ده النبي ادانا الضوء الاخضر ووضح ان الدعاء يصل. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، علم ينتفع به او صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له، اللي هو حضرتك. ان شاء الله استمري في الدعاء، فده واصل ما شاء الله. وده نوع من البر. اختنا منى من القاهره، تفضلي فن. استاذه منى. ايوه مع حضرتك. سامعين حضرتك لو في سؤال. انا معاك اهو، نقفل ولا خليني؟ لا احنا انت على الهوا والدكتور محمد الجندي سامع حضرتك، اتفضلي. بس كلمينا من التليفون من فضلك، مش من التلفزيون. وطي التلفزيون تماما. اوطي التلفزيون خالص؟ اوطي خالص. كلمينا واسمعينا من التليفون بعد اذن حضرتك. شكرا. انا وصيته. اتفضلي اتفضلي. اقول بقى السؤال؟ اتفضلي يا استاذ منى. هو حضرتك انا على المعاش ماشي، وحياتي الاولانيه مع زوجي الاولاني قاسيت كتير، ويعني يجوز ليا انما يجوز ليا بعد العمر دون ان انا اوصل حياه جديده مع انسان جديد، ولا ده بالنسبه لسني يعني حاجه تبقى صعبه شويه ولا ايه؟ انت حضرتك مش متجوزه دلوقتي، مش مرتبطه؟ لا، جوزي مات. توفاه الله رحمه الله عليه. وانت على المعاش؟ انا على المعاش. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا استاذه منى. ربنا يخليك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هي بتسال يعني عايشه لوحدها وزوجها توفى، يعني وخجله انه هي في هذا السن تبدا حياه
مع ونس او زوج تاني يا دكتور؟ تقول لا ايه؟ لا ما فيش مشكله خالص، بس يكون في تكافؤ علشان يكون في تكافؤ. اسمعينا يا مدام منى من فضل حضرتك، عشان ما تتعبيش يا استاذه منى، لازم يكون في تكافؤ، في تقارب في العمر، ما يبقاش الشاب يتعبك. فلازم يكون في تكافؤ زي ما قال الاحناف، تحسن الاختيار يعني. تحسن الاختيار، انسان يكون خلوق، السن متقارب، ما تاخدش شاب مثلا. فده ما فيهوش ادنى مشكله ولا فيه عيب، ده من طبعاً الشرع طبعا والستر، من الشرع والستر. نعم. اختنا ألفت من المنيا، اتفضلي. ايوه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاوز اسال سؤال بس يعني كده للشيخ يعني. تحت امرك يا استاذه ألفت، اتفضلي. انا ابني شغال في السجاير. شغال في ايه يا فندم؟ في السجاير، يعني ما يبيعش سجاير بس، بيبيع سجاير. فهل دي حرام او مكروهه او كده، او فلوسها حرام او حاجه؟ انا عاوز اعرف يعني عشان ابقى مطمنه كده. حاضر. وهو بيبيع، هو بيشرب سجاير يا استاذه ألفت؟ هو بيشربها. ايوه. بس عاوز اعرفها يعني. طيب في سؤال تاني؟ حرام او كده؟ لا شكرا. شكرا شكرا. ابنها بيدخن وبيبيع السجاير، شغلته يعني بيتاجر فيها. هو طبعا يعني لو كان هذا منفذ ورزقه وما فيش غيره خلاص، ما فيش مشكله. لو ما فيش غيره، لا ما فيش خلاص، يبقى دي تجاره. وبعدين مكتوب على العلبه نفسها ضار جدا بالصحه والتدخين حرام ويؤدي الى الوفاه زي ما فانا خلاص وهديناه النجدين. انا كمشتري، ما انا كل الدنيا حلال وحرام عندي. يبقى انا بختار بقى الخير والشر قدامي اسيب. فانا هنا مخير بقى. دي ضاره انا خلاص اسيبها، بس موجوده قدامي كتجاره من التجارات. كنا بنتكلم مع فضيلتك عن القياس في فكرة تجديد الدين أو الاجتهاد، وأنه هو فضل ورحمة وما إلى ذلك. وأنا استأذنت فضيلتك أنه هسأل فضيلتك بشيء من التفصيل عن يعني إيه القياس والاستصحاب، يعني إيه معناهم وأهميتهم في الاجتهاد في الفقه. القياس طبعا قياس حكم على شيء مستحدث من خلال شيء أصيل. أوضح المسألة بمثال. سيدنا النبي علم سيدنا عمر القياس، لما قال له يا رسول الله رجل يقبل زوجته وهو صائم، هل عليه شيء؟ قال أرأيت إن تمضمض وهو صائم؟ قال لا شيء عليه. قال إذن ففيما يا عمر؟ يعني ما فيش مشكلة. شوف قاس سيدنا النبي المضمضة بذلك. فهذا هو القياس، اني انا استنبط حكم لامر مستحدث. بس المضمضه هنا لها ضوابط، فبالتاكيد القبله والله يفتح عليك. بعدم التمادي في كل عدم التمادي في كل يعني. طبعا طبعا الله يفتح عليك. تمام. انا شاكر لفضيلتك، اسعدتنا. وعندنا اسئله كتير الحقيقه لسه، في وموضوع كبير في موضوع تجديد الدين والخطاب الديني، فربما نفرد له حلقه اخرى يعني لاهميه الموضوع. فان شاء الله. وبس كمان يعني في باب العقيدة كشيء فضل أخير يعني فضل. الإمام الأشعري جدد وتلقى منه الإمام الباقلاني، ومن الإمام الباقلاني الإمام الجويني، ومن الإمام الجويني الإمام الغزالي. ونروح المغرب، ده في المشرق. نروح المغرب، شوف بقى تجديد العقيدة ده مهم جدا. أنا ليه ركزت على دي بالذات؟ عشان هي مشكلة عاملة تشويش. نلاقي الإمام الزبيدي، إبراهيم الزبيدي، أخذ عنه مين؟ الإمام يزيد القيرواني ثم الإمام السنوسي. فده تجديد، وإن شاء الله موضوع مهم إن شاء الله نفرد له حلقة أخرى. دكتور محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا، علمنا الجليل فضيلة الدكتور محمد الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. شكر جزيل وموصول لحضراتكم. نترككم في أمان الله ورعايته حتى يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.